أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.4 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر إيجاك 30 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11280 نقاط، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 1910 نقاط، وهبط مؤشر إيجاكس 100 بنسبة 22% ليغلق عند مستوى 2893 نقطة.